أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، السلام عليكم أينما تكونوا. اليوم كان عندي 5 فراخ بالغرفة، البلابول 2 بعيش و3 بعيش. هسه قبل أقل من ساعة رحت دا أسحبهم، صار عمرهم 8 أيام. لقيت واحد أخوه هذا الفوق هسه كنت أوكلهم يفتحون حلقهم، ما شاء الله أول ما أخذتهم هذا كان مكان أخوه على أساس أخليه، بس لقيته ميت. وعندي ذولا 3 من عش واحدهم سحبتهم، يعني بأقل من ساعة بدأوا 2 عندي يفتحون الفوق يفتح حلقة، وهذا اللافت ذولاك شوية خايفين شوية لاك يفتحون حلقهم، وأوكلهم بالسرنجة. الحرارة اللي مخليها هنا أنا 29، هسه فتحت الباب نزلت 27، يعني لو تشوفون مالتنا يعني بالثمانينات 79.5، الرطوبة عندي 47. هاي فقاسة اشتريتها تا استعملها حاضنة، فقاسة حلوة كبيرة وبيها جام اقدر اشوفهم، وايضا بيها جلوب اقدر اباوعهم. وخلي الحرارة مالهم اقل، يعني هي 38 حرارة التفقيس، انا بخليها 29، مو ماري التفقيس بس تكون الجو حار ورطوبة مخلي لهم. هو المفروض اخلي لهم هنا بالارضية مي، بس انا ما خليت لان استعملتها، جبت لهم هاي السلات وخليتها، استعملت هنا لو تشوفون وعاء صغير خليت بيه مي، وهاي فان للداور، ولي ورا عندي الهيتات والمداورة مال هواء. مقاسة حلوة، كانت سعرها حدود ال 150 دولار. بها هذا اللي يصعد اول واحد الاب، والداون ينزل الحرارة قد ما اريد، وهذا اللايت، وهذا الباور يعني الكهرباء مالته الى تشغيل والتطفية من عنده، بالاضافة الى ذول الخمسة ان شاء الله الاربعة ان شاء الله يعيشون. عندي ذول 3 افراخ هنا، فرخ كشميري وفرخين بلابل عراقية، هذول كلهم فرخوا يعني مع الشهر الفات. هذول بديت يعني دا أوكلهم بالسرنجة، هسه خلصت راح أسوي لهم غيرها، ومن يخبرون ارجعهم اخليهم بالغرفة البلابل. راح يتوحشون بس ما اهتم، لان البلابل تتكاثر حتى لو كانت وحشية. اغلب كل بلابل تقريبا عندي هناك عدا جيجي وحشيات، هم مقطع قصير كان عن افراخ هذه السنة ان شاء الله خير. وهاي ها نسيت اشوفكم، هاي ماريا، ماريا حلوة، هاي فقست عندي العام بالشهر السابع وبقت بغرفتي لحد الآن، ما وين ما اروح تقعد الصبح تجي على راسي وما تعوفني، وين ما امشي بالبيت واقفة على شتافي لو على راسي. اشكر متابعتكم لهذا المقطع القصير، واتمنى لكم الموفقية في تكاثر البلابل، والى اللقاء.